الذين حضروا لتكريم أبنائهم، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وها نحن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وها نحن بين معلم للقرآن الكريم ومتعلم. وأقول لإخواني أولياء الأمور الذين حرصوا على إرشاد أبنائهم وتوجيههم وحثهم على الحضور لهذه الحلقة المباركة، وأقول لهم: إنكم حزتم وأحرزتم فوائد كثيرة وغنائم غفيرة لكم ولأبنائكم، فبهذا الإرشاد والتوجيه سيستقيم أبناؤكم على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي هو القرآن الكريم، فيكونون صالحين مصلحين، صالحين في أنفسهم، مصلحين في مجتمعاتهم، وقادة بالخير بإذن الله وقدوة. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فقد حققوا بهذا التوجيه الرعاية الحقيقية، لأن الرعاية ليست طاعة إطعام وكسوة، ليست إطعام وكسوة، بل إرشاد وتوجيه وقدوة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولقد حزت بتوجيهكم أبنائكم على هذا الحضور لهذه الحلقات المباركة على جملة هذا الحديث، فإن تعليمك لابنك القرآن صدقة جارية لك بعد موته، وإن علم غير من علم غيره فهو علم ينتفع به ولك أجر. ومن شبع كتاب الله سيكون بعون الله صالحا يشكر لك ويستغفر عنك ويتصدق لك، فوالله هذا فضل عظيم لا يفوته رجل حكيم. وأذكر إخواني الذين لم يحرصوا على قبول أبنائهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. اعلموا أنه سيأتي يوم من الأيام ويسألكم الله عز وجل عن أبنائكم، وأن هذا الجامع المبارك والله يحفظه ويحفظ شرفه، لأنه وفر فيه بعون الله جميع وسائل العلوم، فوالله إنه حجة علينا وذاك على هذا الحج. وأقول لأبنائي وأخواني الطلاب: طبتم وطاب حالكم، واصلوا واستمروا بهذا الفضل الكريم والخير العظيم، تنافسوا على العلم وحفظ القرآن الكريم، فإنه خير لكم في الدنيا والآخرة. حفظكم الله ووقاكم ورفع بكم آباءكم. ولا يفوتني أن أشكر القائمين على هذا الجامع المبارك، جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، من مشايخ ومعلمين، وفي مقدمتهم شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه وبارك له في علمه وعمله وذريته، فقد عرفناه عن قرب، حريص على العلم وتعليمه ونشر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد طور هذا الجامع ليس تطويلا شكليا بل منهجيا وعلميا، ففيه على مدار العام تقام دورات علمية ودروس يومية ودورات نسائية ودور نسائية ومدارس تمهيدية وحلق قرآنية على كل المستويات، فنسأل الله له